السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى درس جديد. فقبل أن نبدأ الدرس نستمع إلى تلاوة القرآن الكريم. عرفان أحمد شمس، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليك المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. جزاك الله خيرا. نعم، في درس اليوم نتعلم عن الدعاء الذي علمنا الله سبحانه وتعالى إياه وهو ربي زدني علما. في الدرس الماضي تعلمنا بعض الأدعية في حق الوالدين، والآن واليوم يجب أن ندرس ونتعلم ونحفظ هذا الدعاء ربي زدني علما، لأن هذا الدعاء يساعدنا ليزداد علمنا ومعرفتنا سواء في العلوم المادية أو في معرفة الله تعالى علوم روحانية. في كل علم يجب أن يكون من الله تعالى، فيجب أن نطلب من الله تعالى التوفيق لنتعلم كل شيء. أنتم تذهبون إلى المدرسة وتشترون الكتب وهناك المعلمون يعلمونكم وأنتم تكتبون في الدفاتر، كل هذا للحصول العلم، حصول على العلم، صح؟ فهكذا كل يوم ندرس شيئا، ولكن مع ذلك نطلب من الله تعالى التوفيق والدعاء، فالله سبحانه وتعالى يعلمنا أكثر. طيب، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يذهب إلى المدرسة ولم يتعلم، ولكن هو علمنا كثيرا من الأشياء، فمن أين له العلم؟ الله سبحانه وتعالى علمه. طيب، كذلك الإمام المهدي المسيح الموعود عليه السلام، الله سبحانه وتعالى علمه، لذلك وكان يعلم كل شيء. طيب، أمور معلومات في الحياة، أمورنا، الأمور الحياتية مادية، كذلك أكثر من ذلك كان يعلم أمور دينية والروحانية. فإذا كل العلم هذا من الله تعالى، فيجب أن يطلب من الله تعالى الدعاء. إذا ماذا من أمور الدين أو من المعلومات الدينية، ما هو الشيء المقدم؟ القرآن. طيب، القرآن، فيجب أن نتعلم القرآن. عندما نكون صغار ندرس يسرا القرآن، ثم قليلا قليلا رويدا رويدا نتقدم ونبدأ نقرأ القرآن، ثم نحفظ القرآن. طيب، بعض الأطفال والبنات
حفظوا جزء عما وبعض يحفظون، ثم أكثر من ذلك من يستطيع يحفظ أكثر، ثم نفهم معاني القرآن الكريم وتفاسير القرآن الكريم. طيب، فهكذا نتعلم القرآن. فالقرآن هو كلام الله، ما قال الله تعالى، ما أوحى الله تعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن. ثم هناك في الأمور الدينية هناك يجب أن نعلم ما هو الحديث. الحديث هو قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يعني كيف نأكل الطعام. إذا بدأت الطعام، نحن درسنا في الدروس الماضية، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما ننهي الطعام نقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، عندما نستيقظ نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عندما ننام نقول اللهم باسمك أموت وأحيا. من علمنا كل هذا؟ الرسول محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا تعلمنا من خلال الأحاديث أو من خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذه الأمور الأساسية لتعليم الدين: القرآن وسنة الرسول والحديث. طيب، وبعد ذلك ما علمنا، ما وضح لنا الإمام المهدي المسيح الموعود عليه السلام، والخلفاء ماذا يقول لنا يأمرنا، هذه الأمور كلها أمور دينية. ونتعلم أمور المادية في المدرسة، ونتعلم اللغات. مثلا في المدارس تتعلمون اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة العبرية، طيب، واللغات أخرى حسب المناطق أين يسكنون. فهذه اللغات كلها بحاجة وندرس. فأول شيء لا يكفي نحن ندرس، بل يجب أن يكون فضل من الله تعالى. لذلك ندعو دائما، ما هو الدعاء؟ ربي زدني علما. أعيده، ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. الآن في الدرس الماضي تعلمنا حقوق الوالدين، كيف نتعامل مع الوالدين. أما في هذا الدرس نذكر المعلمين، الأساتذة. طيب، معلم، معلمة، الأساتذة الذين يعلمونا، فيجب أن نشكر لهم أيضا. طيب، لأنهم يعلموننا اللغة والآداب والأخلاق والدروس المطلوبة في المدرسة، فيجب أن نطيعهم، يجب أن نرد عليهم، يجب أن ندعو لهم، وأيضا يجب أن نتعاون معهم. طيب، فماذا نعمل مع المعلمين؟ ماذا مطلوب؟ الشكر، نطيع. طيب، إذا الأستاذ يقول اعمل هكذا يجب أن نعمل، إذا الأستاذ نهى عن شيء لا تعمل هذا يجب أن لا تعمل، الأستاذ يطلب يجب أن تعمل وظيفة، يجب أن نحل الوظائف. طيب، قبل الوقت. ثم في المدرسة عندما يعلم يجب أن نكون هادئين، مؤدبين ومركزين في الدرس. طيب، ممنوع أن واحد يتكلم هنا والثاني أو يضحك مع الأصدقاء عندما يأتي المعلم، ممنوع، ويجب أن نرد ونركز به ونصغي إليه. طيب، وكذلك كيف نتعاون معه مع المعلمين؟ نحترمه أيضا، يعني لا نعمل أي حركة غير مقبولة. طيب، نعطي الجو ملائم للأستاذ لكي يعلمنا. طيب، وماذا أخرى؟ الطاعة. الطاعة، نطيع، نعم، حكينا. وأعطيها أيضا زينب، ماذا تحكي؟ وهي حكت، أنت أعطي. حكت نفس الشيء، أنت أعطيها. ماذا ممكن تساعده؟ نسمع كلامهم. نركز؟ نسمع كلامهم. تسمع كلامنا، ماذا، كله نفس الشيء، وأعطيها أيضا. تفضلي. وما فيش حاجة إنه نعمل ضجة. لا نعمل ضجة في الدرس. طيب، ومرات الأستاذ يكون يعلم ويكتب على اللوح ونحن ممكن نتكلم هنا فلا نستفيد شيء، الأستاذ أيضا ينسى ماذا قال. طيب، فنقرب الجو، فيجب علينا نحيي الجو المطلوب الهادئ المؤدب للأستاذ، يجب لكي يعلمنا بكل راحة. طيب، ماذا درسنا اليوم؟ العلم من الله تعالى.
طيب، نحن طبعا ندرس في المدرسة، ندرس في البيت، وندرس في الكلية بعد أن كبرنا، ولكن هذا كله في محله، والعلم الحقيقي من الله تعالى. طيب، ولكل علم يجب أن نطلب الدعاء من الله تعالى، وما هو الدعاء؟ ربي زدني علما. كل واحد يقول ماذا؟ ربي زدني علما. ماذا؟ ربي زدني علما. ربي؟ ربي زدني علما. زدني علما. وأعطي مهدي. ما هو الدعاء؟ ربي؟ ربي زدني علما. علما، ممتاز. ومن لم يقول؟ نعم، أعطيها آية هبة. ما هو الدعاء؟ ربي زدني علما. وأعطي ربي؟ ربي زدني علما. نعم، زينب كملي. ربي زدني علما. ربي زدني علما. جوجو نجمي أنت. ربي زدني علما. ربي زدني علما. نعم. ربي زدني علما. نعم. محمد. ربي زدني علما. ربي زدني علما. تعلمنا الآداب مع المعلم، مع الأساتذة كيف نتعامل معهم، ثم تعلمنا أيضا المصادر العلمية لتعليم الدين، القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث. طيب، ومن القرآن بعض الأشياء، بعض الأجزاء أو بعض الصور تحفظون، وبعض الآيات، وكذلك مطلوب منا أن نحفظ بعض الأحاديث أيضا. طيب، فإن شاء الله نحفظ الأحاديث في الدروس القادمة إن شاء الله. هناك بعض الأحاديث المختارة إن شاء الله. طيب، العلم هو خزانة، زي خزانة يعني شيء غالي. طيب، كنز، وهذا الكنز إذا واحد لا يمكن يسرق، حتى لو أخذ أحد لا ينقص، صح؟ أما إذا كان المال، إذا جاء اللص أو السارق وأخذ فينقص هنا، صح؟ أما العلم لا، يزداد. مثلا إذا علمت شخص شيئا فيزداد عندك علما. طيب، نفس الوقت لو كان هناك فضل من الله والبركة من الله بسبب الأدعية، فالله سبحانه وتعالى يفتح لنا، يفتح عقولنا، يفتح قلوبنا، ونفهم ونركز بسرعة، حتى نكون متفوقين في المدرسة أيضا، ونكون متفوقين في دروس الدينية أيضا. طيب، فبارك الله لكم، إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم، وهناك إن شاء الله ندرس بعض الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.